بالنسبة لنا فإن المملكة المتحدة قد ضاعفت المساعدة للمدنيين في غزة. ثلاثة طائرات بريطانية أوصلت المساعدات، وكذلك قدمنا مساعدات للهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات عبر رفح. وإننا نحث وأحث هنا اليوم على ضرورة أن تكون الأولوية هو تحسين الوصول البري إلى غزة، بما في ذلك عند كريم شالوم، كي تصل المساعدات على نطاق واسع وبالكميات المطلوبة. كل الأطراف ينبغي أن تقدم للمدنيين الحماية التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وهذا يشمل احترام حرمة المستشفيات. ومعنى الأطراف ينبغي أن تقدم للمدنيين الحماية التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وهذا يشمل احترام حرمة المستشفيات. ومن السليم كذلك أن يدعو هذا القرار إلى إطلاق السراح الفوري وبدون شروط للرهائن الإسرائيليين، فمن غير ما يحتمل أو يقبله ضمير أن تواصل حماس احتجاز رجال ونساء وأطفال بما يسبب روعا ومعاناة لذويهم. حضرة الرئيس، هذا القرار ضروري بدون شك، ولكن المملكة المتحدة تأسف لأن القرار الأول الذي يعتمده هذا المجلس بهذا الشأن لم يستطع أن يدين صراحة الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس يوم 7 من تشرين الأول أكتوبر. إن وحشية هذه الهجمات ينبغي أن تكون معروفة واضحة لدينا جميعا، ولهذا امتنعنا عن التصويت اليوم. ولكن دعوني أكون واضحة، فهو أمر حيوي وفات أوانه أن يتحدث هذا المجلس وأن ينطق بموقف حول هذه الأزمة. وإننا نؤيد تأييدا كاملا المقصد من هذا القرار، وهو إدخال المساعدات وإخراج الرهائن. ولذلك أحيي جهد مالطا المبهر من أجل طرح مشروع يمكن اعتماده، وسنواصل العمل في المجلس لحل هذه الأزمة ولإيجاد أفق سياسي جديد، كي نستطيع أن نحقق وعد السلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ولجعل حل دولتين واقعا. وشكرا حضرة الرئيس.